أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. الله الله الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أنا العبد الفقير لله، طلعت مراز من جمهورية مصر العربية، محامي بالنقد على المعاش. إعمالا لقوله تعالى: من يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، فإن شهادتي في الطريق الكركرية تنقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول ما قبل الحصول على أوراد الطريق الكركرية، حيث ولدت ونشأت في أسرة متدينة. الصوفية منهاج حياتها، حيث كانت تسلك الطريق الأحمدية الفرغلية، ومرجعها إلى القطب الكبير سيدي أحمد البدوي. أما الجزء الثاني فكيف تعرفت على الطريقة الكركرية؟ في منتصف 2020، في منتصف مارس 2020، أثناء تصفحي فيديوهات على النت، لفت انتباهي سيدة سورية ترتدي ثوب مرقع، فجذبني إلى أن أستمع إليها، فوجدتها تدلي بشهادتها عن الطريق الكركرية وعن الشيخ الجليل محمد فوزي الكركري قدس الله روحه. وبعد الانتهاء من مشاهدة الفيديو أسرعت في البحث عن موقع طريقة على النت، واتصلت بها في الحال، فرد علي أحد مساعدي الشيخ، حيث أمدني على الفور بأوراد الطريقة، وأخبرني الالتزام بها في مواعيدها، وأنه بعد 40 يوما سوف يحدد لي ميعادا مع الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله روحه لأخذ البيعة. خلال تلك الفترة التزمت بقراءة الأوراد في مواعيدها، حيث كانت تظهر لي خلالها ومضات نورانية تأتي وتختفي بسرعة، أي في لحظات. أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد البيع، بعد مرور 40 يوما من الحصول على الأوراد الطريقة والالتزام والمواظبة على قراءتها في مواعيدها، اتصلت بالشيخ، فقام أحد مساعديه بالرد علي وتحديد ميعاد 29/4/2020 للبيع مع الشيخ. وفعلا في هذا اليوم أخذت البيع، ولكن أثناءها لم أرى شيئا، وبناء على تعليمات
الشيخ محمد فوزي الزكريا قدس الله روحه، اتصلت بأحد مساعدي الشيخ وأخبرته بعدم رؤيتي لأي شيء أثناء البيع. وقبل أذان المغرب في ذات اليوم 29/4/2020 اتصل بي أحد مساعد الشيخ، وهو رجل فاضل زاده الله نورا على نور، حتى أنه أثناء اتصاله بي ظهرت لي ومضة نورانية بجانبي فأخبرت بها، فطلب مني أثناء قراءة الورد في مواعيده أن أغمض العينين وأن أركز فيما أرى. وفعلا في اليوم التالي وجدت نجوما كثيرة وصغيرة جدا. وفي الأيام التالية بدأت تظهر لي أشكال على هيئة سحاب نوراني أو أشكال غير محددة المعالم، ثم ظهر لي شكل على هيئة قمر نوراني، وأحيانا كانت تظهر لي سجادة ملونة تتلألأ بها الأنوار، وأحيانا كانت تظهر لي أشكال على هيئة ورود رائعة الألوان، سبحان الخالق في صنعه. وهذه شهادتي لوجه الله، ما حدث لي بعد البيع شيخنا الجليل محمد فوزي الكركري قدس الله روحه وحفظه من كل سوء.